ب 6 ب 5 مليون دولار للبطل، 4 مليون دولار للفريق الثاني، 2.5 مليون دولار للثالث، الرابع عنده مليونين دولار، والخامس عنده مليون ونص دولار، والسادس عنده مليون دولار، وحتى السابع والأخير راح ياخذ نص مليون دولار. وكرة خطيرة، جول جول ثالث للبديل، البديل عبد الرحيم جمعة. حلوين حلوين في الافتتاح، حلوين أبناء الإمارات، حلوين افتتاحية إماراتية وحداوية حلوة، والثالث يسجل عن طريق البديل عبد الرحيم جمعة الذي دخل وكان على موعد أن يسجل في بطولة أندية العالم. لاحظ الخطأ ما بين المدافع وحارس المرمى، تأتي المتابعة من البديل الذي دخل وكان في الموعد، وبالتالي يسجل ويضيف هدفا ثالثا لممثل الكرة الإماراتية في هذه البطولة. يا سلام يا سلام يا أوهو أوهو.